ايه تستنى الخير قدامك، ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بافعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود والبركة العامة في كل موجود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. للجنة طرق جعلها الله تعالى لعباده الصالحين، وجعل لها مسالك يسلكها المؤمن من أجل أن يصل بها إلى الجنة. وفي طريق الجنة سنتكلم عن خصال أهل الجنة. في حلقتنا اليوم في طريق الجنة نتحدث عن خصلة من خصال الخير والتعاون، من فعلها فاز بخصلة من خصال أهل الجنة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من الصدقات، ألا وهي إعانة الضعيف. إن من أعظم الصدقات إعانة الضعيف من الناس، ولقد جعل الله كل أنواع الخير التي يبذلها الإنسان في حق نفسه بالعبادة وفي حق غيره بالمعروف، فهي من صدقات البدن وما يتمتع به من الصحة والعافية. فصدقات البدن هي من باب الاعتراف من الإنسان بنعم الله عليه، والصدقات التي يتصدق بها الإنسان المسلم على نفسه وإن كان يؤجر عليها ويحصل بها الحسنات ودرجات الجنة، فإنها مع ذلك يقصد بها شكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها على عبده. والله تعالى طلب من عباده شكر نعمه، قال سليمان التيمي: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه. بل إن الله تعالى طلب من عباده شكر نعمه ووعدهم على ذلك بالمزيد، قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن من خصال أهل الجنة شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه والحرص على ذلك بالقول والفعل، ومن هذا الشكر أن يستخدم المسلم قوته في إعانة غيره ومساعدته، ويتبع في هذا هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل يستطيع الإنسان أن يؤدي شكر نعمة من هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه؟ والإجابة أن الشكر ليس مجرد ألفاظ يرددها الإنسان، ولكن أعظم ما يشكر به رب العباد سبحانه هو توحيده وعدم الإشراك به، وطاعته وعدم معصيته، وذكره وعدم نسيانه، وشكره وعدم كفرانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لما رأته يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويطيل السجود حتى ظنت أنه قبض، فقالت: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولقد روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قرأ قول الله سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فبكى فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد هذه النعم. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول: والتوفيق لشكر النعمة نعمة يعجز العبد
عن شكرها. والله نسأل أن يرزقنا شكر نعمته ودوام العافية، وأن يبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه تستنى الخير قدامك؟ ادي الجنة وادي طريقها، امشي خطواتها بأفعالك، فرصة وجات لك اوعى تسيبها. أبوه.